ايه عادل اللي حصل بن حاتم وابوه ده؟ خلاص بقى بابا، اللي حصل حصل. يعني ايه اللي حصل حصل؟ اسمع بقى لما اقول لك، ما ينفعش ابدا في سنكم ده تمشوا الامور بالطريقه دي، لازم يبقى في ظبط وربط. يا بابا ما انا فاهم كل حاجه بس مش ساكت زي ما حضرتك عارف. يعني مش ساكت عملت ايه يعني؟ الراجل كلمني النهارده كان صوته زعلان جدا. ما هو بابا طريقه الحل دي مش هتجيب نتيجه. ليه بقى؟ لان كل واحد له وجهه نظره، وما ينفعش طول الوقت تتعاملوا معانا ان احنا صغيرين. انا ما اقصدش كده طبعا، بس انت يرضيك ان الطريقه دي تحصل بين حاتم وبين ابوه؟ عموما انا كلمت حاتم وهيجي عشان نتكلم مع بعض ونتفاهم في الموضوع، بس علشان خاطري، علشان خاطري عاوزين نتفاهم بهدوء عشان نلاقي حل. كويس اهو جه. اتفضل افتح. بالراحه بابا. ها عشان خاطر. حاضر حاضر. سلام. اهلا عليكم. سلام عليكم. ازيك يا عم وائل؟ سلام عليكم يا حاج وائل. ازيك يا عمي؟ اهلا يا حاتم. ازيك يا ابني؟ اتفضل استريح. الحمد لله على السلامه. منور عم وائل حبيبي. ايه يا وائل، بقالك فتره كبيره مش ظاهر، وحشتنا يا راجل. طمني الاول. الف مبروك على البيجامه. الله يبارك فيك. مش المفروض البيجامه دي بيبقى معاها قرنصوه كده جايه في الطريق؟ جايه ما تقلقش. ابعتها بس عشان نشوف الطعم. القرنصوه عند الترزي بيعملها. انا قابلته تحت عند الترزي. كنت بس وانا جاي لكم، فقال لي لما عرف ان انا هنا انا طالع لكم، قال لي يجي بقى عشان يسلم عليك. كويس قوي. ازيك يا حاتم؟ الحمد لله. ازيك يا عم؟ خير يا حاتم. ايه اللي بيحصل يا ابني اليومين دول؟ ايه اللي بيحصل؟ اقصد يعني الف مبروك على فرحك، سمعت انه قرب. ايه؟ صحيح نسيت ابارك لك. الف مبروك يا حاتم. ايوه بس تبار كل ده، ما انت عارف اللي فيها وعارف المشاكل اللي انا فيها، مش عارف اعمل ايه اصلا. مشاكل ايه خير؟ يعني انت ما قلتلهمش ولا ايه؟ لا احنا ما كانش ينفع يعني ما نباركلكش يعني، وبعدين احنا جايين عشان نقعد مع بعض ونتكلم. قول كل المشاكل اللي عندك واحنا نحاول نحلها. انا هقول، ما انت ورطتني في ان خلاص هقول. ما انت بتقول لي بارك لي ومش بارك لي. يا عم انا الحقيقه يعني اهل العروسه يعني رافضين ان هم ياجلوا الفرح، وانت عارف بابا مسافر والميعاد الفرح بعد اسبوعين، وهم رافضين يعني. طب وده ينفع يا حاتم يا ابني؟ ما يعمل ايه طيب؟ هو بابا اللي مسافر والميعاد متحدد وفاضل اسبوعين على الفرح، وهم شايفين ان الخطوبه طولت. طب ابوك اللي مسافر ده يعني عايز تعمل فرح من غيره؟ ها كيف لك هذا؟ كيف لي ايه هذا؟ ايه ما هو بابا اللي مسافر، طب انا اعمل ايه؟ ده ميعاد متحدد من قبل كده، وبابا اللي مسافر والسفريه طولت، طب انا اعمل ايه؟ ما ينفعش تزعل ابوك يا حاتم يا ابني. ابوك كلمني النهارده وكان صوته تعبان جدا. ايوه. ايه تعبان؟ الحمد لله يعني هو كويس وبخير. انا اقصد صوته زعلان جدا. زعلان؟ طيب ما نعمل ايه؟ ما هو مش بايدي برضو. ما هي هو مطول في السفريه، وهو عارف ان الميعاد ده متحدد من زمان، وعارف ان اهل العروسه رابطين دماغهم عشان بس يعني ممكن برضو يعني يبقى في فرصه اسبوعين تاني. يعني هقول لكم حاجه؟ طب افرض ابوك ما عرفش يرجع يعني؟ ما انا هقول لك. ايه الجواز هتطير يعني ولا ايه؟ هقول لك. خلاص هقول لك. اريحك انا يا عم، هريحك بسرعه عشان مستعجلين. انا هكلم ابويا النهارده واعرف الموضوع في ايه، واعرف ايه سبب التاخير، ولو كده يعني احاول اكلمه ان احنا ناجله اسبوعين، بس مش اكتر من اسبوعين. ولا انا مش عايزك تكلمه النهارده. امال ايه؟ لان تليفونه بيتصلح. عم وائل دايما كده. لا هو مش دايما، هو غالبا. هو غالبا بياخد الامور ببساطه عشان كده بيلاقي الحل. ماشي. وانا برضو خلاص انا كمان لقيت الحل. خلاص زي ما قلت لكم هكلم ابويا النهارده واشوف ايه اسباب التاخير، ونحاول ناجلها اسبوعين ان شاء الله. واعتقد يعني لما هيلاقوا اسبوعين بس مش هيعترضوا. هحاول اقنعهم يعني، بس المهم ان بابا ما يتاخرش اكتر من كده. ولا ايه يا عمي؟ ان شاء الله يا ابني مش يتاخر.